عشان تبي تقولي لا. اوكي اهلا بيكم في جاي ولا الدور الجاي، اول سبيد ديتنج شو في مصر. لما النور يقلب باحمر عندكم فرصه تدوسوا على البازر، وساعتها الديت اللي قدامكم هيتغير. لو اتنين كملوا للاخر هيكسبوا فري سكند ديت، وتيجي يا الدور الجاي. هاي هاي، اسمك ندى؟ يوسف. ازاي؟ الله يبور. كله تمام؟ ماشي ماشي. ايه تراست ايشوز اللي انت بتستخدميه؟ او وش كده ما بحبش ان هو يبقى كذاب. حلو. ولا بيحور طبعا، حتى لو في حاجه ما تستاهلش. ماشي. ايه الاسئله حابه تساليها؟ انت عندك كم سنه يا يوسف؟ 23. وانت؟ 23. فريلي تشتغل ايه؟ ترينر وفري فريلانس كمبيوتر ساينس. ماشي. ساكنه فين؟ زايد. زايد. انت ساكن فين؟ في حلوان. بعيده ولا قريبه؟ بعيد. لا بعيد. ايه الحاجات اللي مثلا بتحبيها في الراجل وكده؟ حاجات اللي بحبها في الراجل كايه؟ ككاركتر مثلا، لويال، ليدر كاركتر. كده لازم يبقى لويال. طيب يعني دي بديهيات، خلينا ما نتكلمش فيها. كويس قوي. برج ايه؟ ما يبقاش اسد. شو سايبه كل الابراج اللي في الدنيا؟ هو الاسد اللي عندي معاه مشكله. هو على فكره الاسد يعني فيه اللي هو اللويال وليدر كاركتر. ونرجسي؟ لا لا خالص. ومغرور؟ لا خالص. اصدقك واكدب عينيا. لسه احنا في بداية العلاقة يعني، مش فيش فاهم فيرست امبريشن لسه ما كونش. ايه تاني؟ احسك الموسيقي. ماشي. سوري بجد انا اسفة، ممكن تاخد الوردة لو عايز. ما حبيتش برج الاسد، مش فاهم ليه. هتديها لي كلها؟ لو دوست همشي اخدها معايا. ايه الاخبار؟ انا تمام الحمد لله. ندى. عمر. ازاي؟ الحمد لله. انت ايه؟ برج ايه؟ انا برج ايه؟ انا برج الحوت. تمام. يعدي. طيب هو في ايه مشكله الابراج معاك؟ مفيش والله. طيب خلاص تمام. تشتغلي ايه؟ اتشاور. اتشاور. حلو. وساكنه في زايد. زايد. قريب. طيب من ايه؟ من الحياه في مصر عامه، يعني ايه؟ في القاهره يعني. لا مش قريبه خالص عامه، فاحب اعرف قريبه من ايه؟ لا انا شغلي عامه عادي، زايد مهندسين تجمع. بصي انا شغال ماركتنج ادفرتايزنج. اوكي. فيلم ميكر، كونتنت كرييتور. في ايه؟ بس فوتوغرافر اند فيديوغرافر. بمثل شورت موفيز وسكريبت رايتر. يا بتاع كل ده امتى؟ عادي بقى، بظبط بمانج التايم بتاعي كويس يعني الحمد لله. قولي لي طيب، ايه اكتر ريد فلاج بتكرهيه في الولاد عامه؟ بيتكلم عن نفسه كتير، بيشوف كذاب او بيحور. انت سالتيني عامه بتشتغلي ايه؟ يعني انا ما اتكلمتش عن نفسي انا عشان بس يكون محضرين. قصدك ان انا بتكلم كتير؟ لا لا لا، بقول لك بس عشان لو قلت لي ايه انت بتتكلم عن نفسك كتير، انا الكلام ده كله انت اللي سالتيه، عشان بس النور الاحمر ينور بتاع بيتكلم عن نفسه. لا لا مفيش الكلام ده. تمام لحد دلوقتي انا تمام. تمام. طب الحمد لله. طب كويس وانا تمام والله. طب ايه بقى؟ وكذاب؟ مش كيرنج على اللي قدامه. مش متنمر؟ شكلك الحمد لله. لا والله ابدا خالص، ده انا جميل. ده اي حد بيعجبني، اصل المنظر بتاع الواحد ده اللي خلقه ربنا، فاي حد عمري هتنمر عليه. يعني ايه اي حد بيعجبك؟ بس معلش يعني كده كلمني على الموضوع ده شويه. عايز تعرف انا ساكن فين؟ ما انت شكلك كنتش عايز تعرف على فكره. لا والله انا حاسه ان انا سالت قبل كده. انت بتنسي. طيب ماشي. طيب ماشي اوكي. ساكن يعني شروق. حلو. شغلي كله زي ما قلت لك عشان بسافر كتير تبع الشغل، فمصر الجديده تصوير، مهندسين، مدينه انتاج، شروق بقى الجامعه والشركه، ساعات بنزل ساعات العشر من رمضان. ده انت يا لهوي. يعني ما عيش يعني، بنشغل حياتنا ماشيين متشعرين في رضا ربنا والله. استنى اعمل حركه بس، هما كله مربوط في بعضه. بص يعني ايه، بصي الناحيه الثانيه. حركه كده اللي ايه؟ تمام ماشي. فاجئتي وبتاع ماشي، هرجعها هنا تاني. اديها لي. طيب ما انا بديها لك، انت مش عايز تاخديها، كسفتيني عملت كده كذا مره ما تاخديهاش ليه؟ طيب ماشي. انا عرفت تدوس؟ لا لا انا هدوس بس. ماشي خلاص. قولي لي انت متخرجه من ايه؟ بي اي اس. بي اي اس. اوكي. بزنس انفورميشن. ماشي. والله بقعد اقول بي اي اس فالناس بتقعد تقول لي ايه بي اي اس دي؟ طب ما تقولي بزنس. طب ما اوكي. انا ماسكم فيلم ميكنج، اتخرجت سنه 2020 سنه الكورونا. انت بتكرهي كورونا ولا ايه؟ في ايه الموضوع؟ موتر والله. ده وش انا. طيب خلاص. طيب انا والله مش دايس، مش دايس مهما عملت. ليه دوست ليه؟ طيب ماشي ولا يهم. انا بس كنت عامل خارجه بتاعتي عشان ايه اكون طالع بشطوط حلو. ممكن نبقى اصحاب بجد والله العظيم. عيط. ومش هزود في
والله ما عارف. كنا شغالين زي الفل. هاي عامل ايه؟ علي. ازيك اسمك ايه؟ ندى. ندى علي. انت عندك كام سنه؟ 23. كام؟ ماشي 23 برضه. ماشي عندي سؤال. قول. ميوزك تيست كله بمعنى يعني بجد بسمع كله يعني بسمع راب بسمع قديم ماشي. بسمع انجلش بسمع okay. بسمع انغام بسمع كل حاجه. انت تسمع ايه؟ يعني مينلي بسمع روك بحب اغاني الروك بسمع تكنو بوب تحب تكنو؟ كل حاجه يعني انا كنت بحب بص انا بحب التكنو بس انا بحبه من زمان يعني قبل بقى جو قبل بقى خبط بقى ورحنا ماشي اوكي يعني عادي بحب التكنو عادي مش لازم انت انا ايه بقى ساكن فين يا علي؟ انا ساكن في مصر الجديده. ساكنه فين؟ انتوا ليه كلكم بعاد قوي؟ انت فين؟ مصر الجديده فين؟ انت اللي بعيده. هو عندك حق. مش هبص مش هبص والله ما هبص مش هبص عادي انا تمام قاعد اهو ماشي. يدخلوا يقولوا لك بقى شريره وبتبص على كل الناس. انا سمعت وانا جالي كلام كده بس يعني والله مش شريره. عدي. قول لي الريد فلاجز. ما بحبش البنت الغبيه. ماشي. انا بكره الغباء. ماشي عشان يعني بكره البنت اللي سبويلد مش لازم فلوس او كده اللي هو الشخصيه نفسها سبويلد بقى اللي هو انت ايه الريد فلاجز بتاعتي؟ متسرعه قوي. متسرعه جدا او ما عنديش فلتر على يعني عايز اقوله بقول ماشي. حلو ووحش بس مش غبيه. بس مش غبيه. الجرين فلاجز بتاعتك مش عارف البين فلاكس بتاعتي الصراحه. طب هسالك سؤال اللي هو كده هسالك سؤال ماشي انت بتكومينيكيت ولا بتجوست؟ لا انا بكومينيكيت كده كده يعني لو زهقت بص انا اكتر واحد ستريت فورورد في الحياه فاللي هو والله العظيم كنت هتحرجني بعدها ماشي اتفضل. انت الجرين فلاكس بتاعتك ايه؟ انا كيرنج بطريقه غبيه. ماشي طب اسالك سؤال. قولي منور ده موتر قوي على فكره. والله العظيم انا بحس ان هو بتعملي ايه؟ وانا مش عايزه بس يعني انا حاسه ان انا لازم. ماشي ايه البيرفكت هانيمون بالنسبه لك؟ بص انا بحب حاجتين يبقوا مع بعض، بحب البحر، بحب الجبال. حلو. ماشي جميل جميل. طب اسالك سؤال. ماشي فانسي ديت ولا كاجوال ديت؟ كاجوال ديت كده كده. باي. جامد. هسالك سؤال، النور محتاج يدفى يا جماعه. مش عارف طب قولي سبت الاكس ليه؟ سبت الاكس ليه؟ انهي واحده؟ اخر واحده. ايه اللي سابتني؟ والله العظيم انت محترم. انت ان انت قلت اصلا يعني على طول عالي. برافو عليك. ستريت فورورد بقول لك يعني. ليه طيب؟ انا مش لحد دلوقتي مش عارف فعلا. قالت لك السلام عليكم هي اللي هو احنا مش هننفع لبعض طب ليه؟ ما اعرفش. طيب باي باي. قلت تكلمها تاني؟ لا. ماشي. انت ايه بقى؟ انا ايه؟ سبت الاكس ليه؟ ولا مره وصلنا لمرحله انت اللي بتسيبيهم ولا هم بيسيبوكي؟ الاثنين. ولا مره وصلنا لمرحله ريليشن شيب يعني بنيجي بقى الموضوع بيبقى وان سايدد قوي يا اما انا اتاتشد يا اما هو اتاتشد فالتاني بتلايجري. انت سحبتي اصلا كم مره؟ ما بقول لك بقى ولا مره. ولا مره كانت تعتبر ريليشن شيب. خلاص كده ايه ده؟ حلو اوكي ماشي. امسكي بقى الورد ده عشان اتاخرت فيه. شفت لما ما اداهوليش في الاول الموضوع ماشي ماشي ميرسي. انا هوديك اي حد. احنا قلنا كاجوال ديت. احنا قلنا كاجوال ديت عادي. هاي اسمك ايه؟ رنا. وانا يوسف. كم سنه؟ 22 و23. انت ايه الريد فلاجز اللي عندك؟ يعني مش بحب اكذب. ماشي لويال بس دي مش ريد فلاج. انا بتكلم بالجرين فلاج. اوكي. بحب البنت الفاني. وانتي؟ يعني ما بحبش ممكن اكلم على الريد فلاجز اللي عندك اللي ما بحبهاش عند الاولاد. ايوه اللي هم يعني فيك ساعات بحس ان هم فيك شويه. حلو. مفيش حد فيكم ما بيكدبش. بصراحه مش مقتنعه بالموضوع ده خالص يعني لا على كل حاجه. طيب اوكي. ايه الحاجات اللي بتحبيها مثلا في اللايف ستايل؟ يعني حاجات ممكن مثلا بيحب يخرج يتصور وكده فيديوز ما اعرفش ايه الحاجات اللي هي لطيفه قوي دي. جميل. بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا. اكيد طبعا. وايه تاني؟ اقول انا على اللايف ستايل بتاعي. قول. ممكن بحب الجيم اكتر. ماشي. إيه استغربتي لا واضح. مش حاجه. طيب الخروج بالليل. تمام ماشي. انت بتشتغل ايه؟ ترينر وفريلانس كمبيوتر ساينس. ماشي فاهم. لا مش هدوس انا بقى فاهم اكني بتكلم. ماشي نصبر شويه. نصبر شويه. انت شايف ايه الجرين فلانجز بتحبها في البنت؟ انها تكون فاني لويال. بتحب الخروج طبعا. تاني ريد فلانجز. كب ما بحبوش. ماشي. يعني انا ادي قصادي مساحته الشخصيه. انت عندك بس فريند بنت؟ اه. هل بقى انت مثلا لو طبعا لو دخلت طبعا لا
ينفعش. في حدود يعني لو هي لذيذه وهي وفي التعامل اخوات مع كده وعادي متقبلاني تمام وانا حبيتها تمام طبعا صورت يعني طبعا تمام. لو مثلا عندي بس فريند انت عادي تتعرف عليه تبقى عادي معايا تتكلم ولا هتبقى تقطع الموضوع؟ انا قاطع طبعا الموضوع بتاع بس فريند طبعا. ماشي طبعا لازم يكون اللي قصادي الشخص اللي قصادي يعني انا الوحيد اللي في حياته مفيش حد تاني يشاركني فيه. طيب انت عندك مشكله في انه ليه؟ كان الموضوع لذيذ. اوكي ماشي ماشي. اول حاجه هي ليه عملت كده وليه اصلا، ولو عملت كده فالموضوع اصلا كان يعني كان لذيذ وماشي وسالك. هاي هاي عامله ايه الاخبار؟ يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. اسمك ايه؟ رنا. عمر. ما بحبش الاسم ده ماشي. خلاص ماشي هنحاول نتأقلم عليه. عندك كام سنة؟ أنا 22. أنت؟ 25. حلو. أنت بتعمل إيه؟ لذيذ. أنا تالتة حقوق بمثل مسرح. حلو أوي. دي حاجة جميلة. بس بقالي 5 سنين كده وشوية. دي حاجة حفيك وأنت كلاب. ده لذيذ والله. طيب تمام. أيوة يا جماعة طيب تعالي نكمل تحت. نكمل تحت. نبدأ من ايه طيب؟ طيب انت عندك اكس او الحمد لله يعني راح مين ساب مين؟ والله لسه مخطوبة النهاردة. اوبا لسه مكتشف ده وانا قاعد النهاردة. رحت لها بقى وانت تراضي تطلعي؟ لا 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 والله والله عادي عادي ربنا يكرمها. طيب ربنا هي كل خير والله تستاهل كل خير. عندك بيست فريند؟ موجودة. موجودة بس يعني مخطوبة. وهو خطبها عادي. ما هو ده اخويا يعني. لا صح انت هاني. انت هاني؟ ايه؟ انت هاني؟ لا انت فاهمة ايه؟ لا انا مش هاني. انا اللي اساسا خليتهم يعرفوا بعض ويرتبطوا ببعض واحنا اصحاب من 7 سنين. اوكي ماشي. فيعني عشرة وبتاع. انا بظبط الدنيا يعني. حلو ده بتوفر اصلا في الحياة. شوفي انا يا لهوي انا اهو يعني بروق الدنيا. قولي لي طيب انت ايه الريد فلاكس اللي بتشوفيها في الاولاد؟ ممكن الكذب، ممكن مثلا خيانة. لا خيانه ايه؟ خيانه ايه؟ هو لو حد خاني هسيبه مثلا؟ انا بقول بس حاجه من الحاجات بساعدك. مش عارفه بقى اللي هو التنشنه بقى وما بحبش التصوير، ما بحبش الكاميرا، ما بحبش الفيديوز. طبعا انت مش كده. ماشي انا هاني. اوكي انا هاني. انا هاني. ايوه هاني. دي اكتر حاجه عصبتني في القعده كلها. ده انا قلت ماشي تمام. كنت حاسه ان انا اللي كنت هدوس اصلا. بس يعني هو لذيذ. هو لذيذ. هاي هاي عامله ايه؟ تمام. ممكن نبدأ؟ طبعا. ماشي. اسمك ايه؟ هاجر. هاجر. عمر قولي لي بقى بتعملي ايه؟ اتخرجتي من ايه؟ هو انا لسه ده اخر ترم ليا في حقوق يعني. بشتغل. بتشتغلي ايه؟ شيف سي فود. حلو ده والله حلو قوي. ايه اكتر حاجه ممكن تحب ان انت تعملها مثلا لما تكون زهقان او كده؟ بعمل حاجتين، بسافر وبلعب بادل. طبعا بحب اخش السينما عشان ده شغلي برضو. قولي لي انت بتحبي بقى ايه تعمليه؟ مش عارفه. بتحبيش يعني حاجه؟ انا ما بعملش حاجه خالص. طيب بلاش بتحبي تعملي ايه؟ ايه الحاجه اللي بتشوفيه في الاولاد مثلا ريد فلاجز تحسي توكسيك؟ التحوير. ما بحبش حد يفضل يحاول كتب يعني. كتير كده. بس يعني هو دي اكتر حاجه بكرهها فاهم. فاهم. يكبر في نفسه كتير قوي وانا عملت وانا مش عارفه ايه كده. انا فاهم. بس هما دول اكتر حاجه بكرههم يعني. طبطتي قبل كده ولا؟ ايوه واضح ان الموضوع بس كان توكسيك قوي في الدنيا يعني. وانت لا انا ارتبطت كذا مره برضو الموضوع ما كانش ماشي حلو يعني اتبهدلت يعني. ايه السبب الفركشه؟ السبب الفركشه كان يعني من ناحيه انا كنت كنت بحبها بزياده بس فهي دي المشكله اللي كانت. دوس بتكلم على الاكس كتير. اتكلم على الاكس كتير. انت اللي سالتي مش انا. محضر خارجه كده عشان ما تدخل بيها. روحني يا اخي اللي هو تمام. ايه اللي حصل مع الاكس؟ رديت قام تسال التاني، رديت قام تسال التالت. انت استعبك بطيء فقعدنا نكمل. كانت تقول لي بتتكلم على الاكس كتير. هو ايه اللي بكلمك؟ ما انت اللي سالتي. المفروض ما ردش يعني ما احترمكيش. خلاص ماشي مش مشكله خلاص. هاي اسمك ايه؟ الاخبار؟ تمام الحمد لله. خير. عندك كام سنة؟ 23 وانت؟ 22. ايه اللايف ستايل انت بتحبي تعيشيه وفايبس وكده؟ هو مفيش حاجة معينة يعني. انت ايه اكتر حاجة ممكن تكون بتحبها يعني بتعملها؟ لا انا مثلا بخرج مع اصحابي وننزل ونتفسح بقى بالخروج اكتر. وانت كلميني عن نفسك. بجد؟ طيب. متوتر اوفر. ماشي. مش عارف. I don't know بقى بجد. ممكن اقعد هنا؟ طبعا اتفضلي. ميرسي. هاي هاي.
عاملة ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ نادين. عمر. عمر. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. ايه بتعملي ايه؟ بتدرسي ايه؟ انا بدرس تمثيل. بجد؟ اه. اوكي حلو قوي. بغني وبمثل يعني دي الحاجات اللي انا بشتغلها. وانت؟ انا خريج فيلم ميكنج. اوكي. بمثل. اوكي. وبكتب. ماركتنج ادفرتايزنج في شركه كذا حاجه. نايس. مع بعض في مجال يعني. اه أوكي. دي حاجه جميله يعني انت بتمثلي والله. بمناسبه التمثيل يعني انا بحب اديكي حاجه زي دي. ميرسي. مردتين في بعض خدي بالك لو ركزتي هتلاقي مردتين. طيب قولي لي انت ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها؟ اكيد تمثيل بتحبيه طبعا. تمثيل والغنى. طب دي حاجه جميله. اتمنى اسمع صوتك بس انت لو مش حابه دلوقتي يعني براحتك مش هقدر اضغط عليكي يعني. لا لا اتس اوكي. اوكي دوسي. تمام خلاص ماشي. هاتي الورده. هاتي ورده بس اتفضل. ماشي. هو فين الموبايل اتحشر بس معلش عشان انت بتقولي لا. اوكي انا عادي جدا ورايق مش حزين. شوف اقفل بقى خلاص. ازيك؟ ازيك؟ اسمك ايه؟ نادين. انا يوسف. ايه الاخبار؟ كله تمام كله بخير. من منين؟ انا من هنا. من هنا. طيب وانا من هنا برضه. اوكي انت بتدرس ايه؟ انا كمبيوتر ساينس. بتشتغل ولا لسه؟ اه يعني بشتغل ترينر. انا اسفه. ليه؟ انا ما حركتش ايدي والله. ماشي انا اسفه. صباح الفل بقى. بص هو انا كده اصلا ما كنتش مرتاح يعني في الاول يعني بس. بص يعني الحمد لله على كل شيء طبعا. طبعا ما حصلش نصيب وانا بصحاب اكيد. انتي بتمثلي وانا بمثل نساعد بعض بقى. طبعا. ولو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو عايزين تطلعوا في حلقه من جاي ولا الدور الجاي اعملوا لينك. ولو عايزين تطلعوا في حلقه من جاي. ولو عايزين تطلعوا في حلقه من جاي ولا الدور الجاي اعملوا لي. ولو عايزين تطلعوا في حلقه من جاي ولا الدور الجاي اعملوا ابلاي على اللينك اللي في الديسكربشن.